المقادير بتاعتنا هنشتغل على كيلو دقيق. كيلو دقيق هياخد كوباية لبن دافي، كوباية مية دافية، ودول هيبقوا الخليط بتاع الخميرة. يبقى خليط الخميرة بتاعنا كوباية مية دافية على كوباية لبن دافي، كوباية زبدة طرية هقسمها نصين زي ما هنعرف مع بعض، نص كوباية سكر، 2 بيضة، 2 معلقة كبيرة خميرة، معلقتين كبار لبن بودر لو موجود عندك بيدي نتيجة حلوة، فانيليا طبعا عشان حاطين بيض في العجينة، ورشة ملح. دي المقادير الأساسية بتاعت العجينة. تعالوا لي بقى على بديل محسن الخبز اللي هو براءة اختراع لينا من سنين السنين، اللي هو بيخلي العجينة في حتة تانية خالص، اعملي بيها اللي انت عايزاه. بديل محسن الخبز عبارة عن معلقة كبيرة خل، معلقة كبيرة دقيق، معلقة كبيرة سكر، ومعلقة كبيرة بيكنج بودر، بحطهم على بعض وبحطهم في أي عجينة كأني حطيت فيها محسن كيميائي زي بتاع الأفران بالظبط، بس احنا عاملينه طبيعي مش كيميائي بدون اي اضرار. بعد كده بندهن وش الكرواسون بصفار بيضه وشويه لبن، وممكن كمان رشه فانيليا، مفيش مشكله خالص. ادي اللبن وادي الميه، كوبايه وكوبايه بس كده. السكر، وعرفنا ليه السكر كتير هنا، ليه السكر نص كوبايه سكر، عشان زي ما قلت لك كل ما السكر كان كتير في الخليط بتاع الخميرة كل ما يخلي الخميرة تتغذى أكتر وتنشط أكتر وأكتر. ننزل بالخميرة 2 معلقة كبار. ننزل بقى بالدقيق، سواء هعجن في العجان أو على إيديا نفس الخطوات. أهو ذرة ملح صغيرة، أي اللي هي رشة بين صوابع إيديكي كده، مش أكتر من كده. وهيتحط كمان 2 معلقة لبن البودر لو موجودين عندك. وبعد كده عندي الزبدة والبيض والفانيليا. لازم لازم قبل ما انزل بالاتنين بيضه على العجينه اكسر البياض مع الصفار الاول بالشكل ده، وبعدين الفانيليا مع البيض كده في الاول. وهناخد بقى الخليط بتاعنا الحلو ده، ان شاء الله ريحه الفانيليا طالعه جميله وبتدي ريحه حلوه قوي للكرواسون بتاعنا. الزبده اللي عندي في المقادير هنقول تاني هي كانت كوبايه زبده، هاخد نصها بس جوه العجينه. بديل المحسن الطبيعي الآمن جدا، معلقة دقيق، معلقة سكر، معلقة بيكنج بودر، وبحط عليهم حوالي كده ايه 2 معلقة خل بالشكل ده. بصوا الفوران، علشان الفوران ده اللي هو تفاعل البيكنج بودر والسكر مع الخل، هو ده اللي بيخليه العجينة هشة وطرية جدا. تلاقي المعجنات اللي تعمليها وحاطة فيها بديل محسن الخبز ده مهما باتت عندك 2 3 يوم تفضل العجينة طرية وهشة بالشكل ده. شايفين الفوران؟ يلا بينا على العجينة قبل ما نقلبها. يعني كده خلاص يا جماعة، كل اللي فاضل لي ان انا ألم الخليط الحلو ده والمقادير المظبوطة دي بخليط الخميرة اللي انا عملته، بس ما عنديش اكتر من كده. يلا ندي الاول تقليبة، بسم الله، على سرعة هادية كده. انا قلبت كأني بالظبط ايه بخلط كله بايديا كده، وبعد كده هشغل برضو على سرعة هادية في الاول خالص، وبعد كده هفضل انزل بخليط الخميرة واحدة واحدة زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. يلا بينا، بسم الله. تعالوا نشوف اخبار العجينه. العجينه لمة على نفسها، وشوفوا طريه خالص ازاي. بصوا، وهو المطلوب، طريه ناعمه جدا جدا. بصوا العجينه ولا كلمه، ولو واقفين جنبي وشامين ريحه العجينه جميله قد ايه، وملمسها الناعم جدا. شوفوا 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 شوفوا، بصوا اهو، شوفوا شكله عامل ازاي، شكل العجين. يلا بينا حطها بقى كده في أي حاجة، ما بحطش تحتيها ولا دي ولا أي حاجة خالص، زي ما هي كده، وهسيبها حوالي ساعة تخمر. شايفين الخمرانة عاملة ازاي؟ عسل عسل عسل. شوية دي كده، امتى دي ده؟ بعد ما العجينة خمرت. وبعدين نفتح عليها بقى، بسم الله ما شاء الله. شوفوا كمية العجينة خمرت قد ايه. ليه بقى؟ هنرجع لأصل الكلمة اللي قلتها لكم في الأول وإحنا بنعمل خليط الخميرة. قلت لكم أنا حاطة السكر زيادة، نص كوباية سكر عشان تنشط لي قوي الخميرة، والخميرة 2 معلقة كبار على كيلو الدقيق، ده مقدار حلو قوي يرفع لي العجين حلو قوي بالشكل ده. ده كلام جميل وزي الفل. بالراحة بقى كده هنحط عليها شوية دقيق كده على الوش،
اوعي تزودي الدقيق وتقولي العجينه طريه، احنا عايزينها طريه كده عشان يطلع الكرواسون معاكي هش جدا باذن الله. نعمل بقى كده اهو من غير معجن تاني. بعمل ايه؟ بالتخمير بتاعها كده بالراحه وبسايس العجينه بالراحه خالص كده اهو. خليها على شكل مستطيل على قد ما تقدري. هجيب الزبده، الزبده عندي تبقى طريه مش سايحه، واخدها كده بالراحه وبايديكي مش بفرشه، الفرشه هتقطع في العجينه. هروح واخده حرف العجينه هنا بسم الله للنص واظبط الحروف على بعضها اهو. شوفي هنا مش مظبوط، لا اظبطي كده، اظبطي كده وثبتي الناحيه الثانيه اهي. سلكي بس كده الاول عشان العجينه ما تتقطعش معاكي، بالراحه كده خالص، وخديها برده كده وهنظبط اهو. برده هنروح حاطين ده كده هنا بالشكل ده. دلوقتي بقى انا هجيبها قدامي بالعرض، يعني همسكها كده واعملها كده وهفردها دلوقتي بالراحه خالص مستطيل كده. بصي بالراحه خالص كده اهو، على قد ما يفرد معاكي بس كده زي الفل، ولا اي حاجه خالص. والعجينه مستريحه، والعجينه في الاصل طريه جدا جدا، فماشيه معايا زي الفل. عارفين كده لما بنقول بالبلدي كده زي السكينه في الحلاوه، هي زي السكينه في الحلاوه. بصوا من غير نشابه اهي، شوفوا بايديا عماله تفرد ازاي، ما شاء الله عليها تبارك الله اهي. عسل. قطعه بقى حلوه كده او سكينه، كل اللي هعمله بس الحرفين دول لازم اسويهم يبقوا جايين كده بالظبط. فهاخد بس كده هنا، وطبعا العجينه اللي طالعه دي هتتعجن تاني وتتعمل تاني، ما عنديش اي مشكله خالص. الحرف ده حرف العجينه، هيبقى ده اول مثلث معايا. هاجي كده من هنا سواء بسكينه او بقطعها مثلا زي قطعه البيتزا دي، وهعمل كده بسم الله اهو. ماشي. طبعا انا عامله الكرواسون ده حجم كبير، ممكن تصغري عن كده. وبعدين كده اهو اهو، شايفين ازاي؟ وبعدين كده اهو كده. اهم حاجه عندي تبقوا حاسين بملمس العجينه عامل ازاي. كل قاعده مثلث لازم اعمل فيها فتحه كده اهي، عشان دي هتديني براح اعرف الف الكرواسون كويس، وكمان اللي هي ايه الجناحات بتاعته او حروفه تكبر معايا وتحضن على الحشوه اللي انا هعملها كويس. هروح جايه بصوا تانيها كده على بره على بره على بره كده كده كده. شوفوا حجم الكرواسون عمال يكبر معايا ازاي. اول ما اجي بقى لقبل الحرف بشويه لازم حته العجينه دي تتشد كده عشان ترق معايا، ما تبقاش تخينه اهو كده كده كده. وبعدين انزل على الحرف على اخر حته في الكرواسون عشان ما تفكش في الفرن. اتحطت على الحرف الطرف اللي بصوا لو عملت كده الطرف فين اهو اهو، انا كده حطيت الكرواسونه كده عليه علشان ما يفتحش في الفرن. بعد ما اعملها كده اروح مبططاها شويه عشان لما تيجي تخمر في الفرن ما تقبش لفوق، لا تقب بالعرض فتديني حجم اكبر من حجمها كمان. بصوا الجبنه دي كده حشوه الجبنه، اي جبنه عندك، دي جبنه فيتا بتبقى حلوه قوي قوي جوه الحشوه، طعمها حلو. وممكن كمان بقى اللي زي حالاتي بيحبوا الجبنه الاسطنبولي تحطي جبنه اسطنبولي بطعم الفلفل هتدي بقى حكايه. هعمل ايه بقى؟ بصوا هحضن الاول على الجبنه كده، وبعدين اخد الجبنه معايا للحرف حلو كده. وبعدين وانا بلف برضو اقعد اعمل ايه؟ اوسع في العجين اهي اهي عشان يديني برضو حجم اكبر لوحده الكرواسون معانا اهي، لغايه ما هنوصل هنا للنص. شدي كده لفي 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 اهي بس. شوفوا الجمال، ادي صفار بيضه وادي اللبن، وممكن تحطي رشه فانيليا. هدهنه على طول بصفار البيضه واللبن كده، يستوي في الفرن على نار عاليه على درجه حراره 220، على شرط الفرن يكون سخن قبلها، ويطلع لك بالف هنا وشفا.